راه سرتي في غزي كان سرتي في زميلك تيلاني سرتي في نياضني اللي نحمى السوق وزير اللي من حب ولكن هو ديك سرتي في زميلك كتني غير يغدوار يقن وكان اللي حتى تعلق كله فوق المدنس برا وكان كنستغل غير الكورونا اللي لا مع مراعاة المسائل سميتو التباعد الكمامة المسائل نسكريمي كيك المصلحه ودوار ما قال المصلحه ودوار اولا اجتماع 240 واحد دون مناقشه ودون خلاف ودون يعني هي افوس حفوس يعني اتوري الخير غير كان 220 واحد تسنا ساهم كل مدنات ديال المبلغ كل ما قال القصد المبلغ وبدان بنو اغرس كله غير كدار السكر ولكن رانس لكم يا الصدقه يا مدنس يا الطريقه الى كز العز عاوده داسنك بحال كيعفوس ياك تسنت غير داس النيحة صفدي من تقمينك تعدلتي من تقمينك نكفاسي مكان يفرح صاص انت ولا تروانس انا تعدل المقابر حمس سنة المقابر زاد نحل الجير بالطبع راه الجير تما زيرت كلو تس الجير امليل لقى الصباغ البيبان تزرقيين وكان نتمنى التوفيق. السلام عليكم ابراهيم كريم رئيس جمعيه اساسيف للتنميه والتعاون صاحب فكرة إنشاء تمصريت مجموعة واتساب تمصريت. احنا الآن كنتواجدوا بمقبرة أسرسيف دوار أسرسيف من أكبر الدواوير بجامعة الترابية لآيت ميلك. الدوار كتوفر على ثلاثة المقابر كبرى هذه هذا الأمر قليل ما نجده في هذه المنطقة. احنا الان في المشروع اللي تبناته تمصريت نيتو سرسيف وهو الصور ديال هذه المقبره الكبيره واحد المشروع من المشاريع الكبرى اللي بديناها في هذه الايام في هذه الحمله التضامنيه ديال الدوار اسرسيف. من بعد هذه المقبره ان شاء الله كاين مقبره ثانيه اللي الاشغال كملت فيها بديناها هي الاولى درنا لها الصور ديالها والمشاريع اللي بدينا هاد الاسبوع المشروع ديال النظافه يعني قمنا بتنظيف الدوار وازاله شجر الصبار لما يحمله من اضرار وازاله الاوساخ والنفايات وفغضون الاسبوع المقبل ان شاء الله غتبدا واحد الحمله ديال الصباغه اللي غتشمل الدوار كامل التجير والصباغه ديال الابواب والجدران ومن بعد ان شاء الله عندنا واحد الطريق اللي غنربطوا به مركز الدوار بالمسجد الكبير ديال الدوار وعندنا واحد المشروع ديال اصلاح الفيفره المعروفه هنا في الدوار الرمز الفيفره هي واحد البير قديم في الدوار وواحد الشاطو ديال الماء كان كيخدم بواحد السيستيم ديال الريح دابا ان شاء الله غنديروا الطاقه الشمسيه وغنديروا لا بومب وغنقدوا ان شاء الله الشاطو ديال الفيفره ومن بين المشاريع المبرمجه حيت البرلمان ديال تمصريت اللي كنسميو حنايا حط واحد خريطه الطريق واحد المجموعه ديال المشاريع اللي سميناها بنك المشاريع غنفذوها ان شاء الله على حسب الامكانيات واحد بواحد ان شاء الله.